اسمه ايه؟ الهوية ولا الهوية؟ مين مع الهوية؟ طب مين مع الهوية؟ مين مش معانا؟ في ناس مش معانا. الحقيقة الموضوع اسمه الهوية الأرضية، لأن كلمة هوية جاية من كلمة هو، هو، ومعناه الكلمة الهوية معناها من هو أنا. من هو كلمة هوية معناها من هو أنا. عشان كده بنسمي البطاقة بطاقة إيه؟ الهوية الشخصية. من هو أنا؟ اسمي، عنواني، رقم القومي بتاعي، ديانتي، حالتي الاجتماعية، تمام؟ ده العنوان الهوية. الجزء الثاني من العنوان إيه؟ القبطية. احنا عرفنا يعني ايه هوية. طب يعني ايه قبطية؟ حد يقدر يقول كده يتناقش؟ يعني ايه كلمة قبطية؟ ممكن اللي عايز يتكلم يرفع كده، مفيش اي قبطية. يعني ايه قبطية؟ يعني ايه كلمة قبط؟ جاية كلمة قبط اساسا. حد رفع ايده؟ طب مصري، تمام. في حد رفع ايده نفس القصة؟ كلمة قبط اللي جت منها بعد كده كلمة ايجيبت، ايقد جاي منها ايجيبت بعد كده بالانجلش. وطبعا المقصود بقى بكلمة القبطية هو التراث، التراث اللي مصر عاشته، وهو تراث عبارة عن ايه؟ تراث لغوي، تاريخي، فن. يعني ايه؟ يعني انا لما بروح دير اشوف كده ستايل العماره اقول دي ايه؟ قبطيه. ادخل كنيسه، بلاش كنيسه، ادخل الاوبرا، في فرقه واقفه بتقول لحن، انا اعرف اللحن ده ايه؟ قبطي. بالاضافه طبعا للتاريخ، تاريخ الكنيسة القبطية. والتراث ده الأساس فيه مش حكومة. يعني إيه؟ يعني عندنا حاجة اسمها الحضارة اليونانية، صح؟ الحضارة اليونانية دي صنعتها إيه؟ حكومة. يعني كان في ملك يوناني أو إمبراطور يوناني أي كان مسماه، وعمل ايه؟ أرسى نظام. النظام ده خلى يبقى فيه فكر، الفكر ده يؤثر على مش بس الدول اليونانية، ده أثر على العالم لما الإمبراطورية اليونانية انتشرت في العالم كله. على نفس القياس الإمبراطورية الرومانية، على نفس القياس الدولة المصرية القديمة والحديثة والوسطى. لكن الحقيقة التراث القبطي اللي أرساه واللي أسسه مش حكومات، مش الدولة. ده احنا طول عمرنا مصر كده، لو تشوف التاريخ احنا حكمنا مصر بالقبط اللي هي اسمها ايجيبت. لا، عندنا الحكم كله فرعوني، وبعد كده دخل بطلمي، وبعد كده دخل روماني، وبعد كده فرس، وبعد كده ايه؟ الاسلام الى الان. كل اللي بيحكم مصر مش الاقباط، ولكن الاقباط صنعوا ايه؟ تراث لغوي، تاريخي، فني. لما اتكلم عن تراث لازم اتكلم عن الثلاث حاجات، اللغه والتاريخ والفن. طيب انا النهارده انسان مسيحي عايش في الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. الحقيقه مهم ليا جدا ان انا اكون مطلع على هذا التراث. ليه؟ لان التراث ده بيشكلني،
مش بس بيشكلني، بيخليني عارف اكون متواصل مع روح الكنيسه وتعليمها ومفاهيمها. ازاي؟ ادي مثل بسيط. انا شفت ايقونه في الكنيسه، احنا هنشوف دلوقتي حاجات عمليه حلوه. شفت ايقونه في الكنيسه، هل الايقونه دي مجرد رسمه؟ لا، مش مجرد رسمه. الايقونه دي فيها ايه؟ فيها تعاليم ايمانيه عقليه. احنا عيد من العذراء من يومين، من ضمن مميزات ايقونه الست العذراء ان نلاقي على كتفها نجمه، وعلى جبهتها نجمه في الطرحه يعني، وعلى الكتف الثاني نجمه. حد يعرف يقول لي ليه ثلاث نجوم؟ مشهوره دي، ها؟ هو هي نجمه هنا وهنا وهنا، مفيش هنا. طب نسمع راي تاني. ايوه، برافو. بص، تعبير عقيدي، مفهوم ان العذراء دائمه الكاثوليك، ده مفهوم يعني كده ممكن نتنازل عنه؟ لا، لان لو تنازلنا عنه ده معناه ان احنا بنتنازل عن ايماننا ان اللي مولود من العذراء هو ابن الله، ولانه ابن الله فهي ولدته وبقيت عذراء. طب نعبر عن ده في الايقونه ازاي؟ نحط نجمه على كتفها وعلى كتفها وعلى جبهتها، عشان نقول ان العذراء دائمه البتوليه قبل الميلاد واثناء الميلاد وبعد الايه؟ الميلاد. الايقونه اعطتني ايه؟ تعليم عقيدي. فالتراث الابتي كله بيأثر فيا، بيعلمني. اللحن اللي انا بسمعه بيأثر في وجداني، في مشاعري، وبيأثر في التعليم العقيدي، بيخليني اقدم عباده بشكل افضل، لان ابائنا ما انتهجوش المنهج دوت اعتباطا، ما كانوش بيعملوا حاجه كده ايه؟ اعتباطا. كل حاجه ابائنا كانوا بيعملوها بحكمه. فانا لما اكون مطلع على هذا التراث بكون شغوف ان انا اعرفه واتخصص في حاجه منه، انا اكتر واحد مستفيد. مش بس انا كمان بعمل ايه؟ بفيد الكنيسه كلها، بفيد اللي حواليا، وبحافظ على التراث وبمده للاجيال اللي بعدي. مين هنا بيعرف يرسم ايقونات؟ يرفع ايده لو حد، في حد رفع ايده. وبترسمي بالتمبرا والبيض والخل، فن جميل قوي. كان مركز الابداع في كنيسة القديسين كان بيدي كورسات تعليم ايقونة ابتدائية، فن جميل بديع، يسحب كده روح الانسان ويخلي الانسان مشغول قوي بمفهوم الايقونة، يقرا عن القديس اللي هيرسمه، يفضل فترة عمال ايه؟ يتعمق في الحدث. ده مثال. احنا عندنا انواع الفنون القبطيه لا تحصى، يعني اللغه لغه، طبعا عندنا لهجات، عندنا القبط الصعيدي والبحيري والاخميني والفيومي والبطريركي، دي كلها لهجات، بس هو قبط لغه. بس الفن عندنا ايه؟ اتساع. والتاريخ نفس القصه، تاريخ احنا معتمدين على المصادر ونبتدي نقرا ونقارن عشان نوصل للايه؟ للحقيقه. لكن الفن القبطي متنوع، سواء بقى الحان او فنون زي الايقونه، زي التصوير الجداري، التصوير الجداري اللي هو الفرسكات اللي على الحيطان في الاديره، زي الاعمال الخشبيه. اللي منكم يروح المتاحف يشوف قد ايه ابائنا كانوا بيصنعوا كل شيء في فن. تروح المتحف كده تشوفوا مشط، المشط ده مش مجرد مشط، بيصرحوا بيه شعرهم، مش مجرد مشط، كاتبين عليه ايات ورسمين عليه. عندنا مشط مصنوع من العاج في المتحف القبطي، في المتحف القومي في اسكندريه في القسم القبطي، مرسوم عليه لقاء ربنا يسوع المسيح مع المولود اعمى على المشط، حاجه كده ايه؟ نمنمه كده صغيره، بس ايه؟ فن. المخطوطات
ابائنا كانوا المخطوطات دي عباره عن ايه؟ عباره عن الكتب اللي احنا بنصلي بيها. يكتبوها بس كده؟ لا، يكتبوا المخطوط ويقعدوا يزينوا المخطوط داير ما يدور الصفحه. الاطار الخارجي ده ما بيبقاش فاضي. كل ده بسبب ان ابائنا فاهمين كويس ان كل عمل في الكنيسه لازم يعمل في قمته بشكل فيه نوع من الاتقان. فاحنا لما نكون مطلعين ولا سيما فتره شبابنا واحنا لسه عندنا وقت، ده بيفيدنا، بيفيد الكنيسه، بيفيد كل اللي حوالينا. انا اتعرض كده لبعض الحاجات في التراث الهبتي، زي طبعا التراث الهبتي من قصد زي ما قلت لغه ولحن وترجمه او نغم هبتي وفن هبتي وفولكلور هبتي. يعني ايه فولكلور؟ عادات شعبيه، عادات شعبيه بتاثر في حياتنا. اللغه الابجديه طبعا احنا عارفين الابجديه القبطيه بتاعتنا هي ابجديه مكونه من الحروف اليونانيه ومعاها 7 حروف من اللغه الهيروغليفيه اللي اتكتبت بشكل او بحروف مش زي الحروف الهيروغليفيه اللي كانت على شكل حيوانات لكن باشكال حروف. وكل تراثنا الابتي محفوظ جوه كلماتنا. يعني مثلا كلمة، انتوا شايفين؟ شايفين كويس؟ كلمة، معلش عشان انا مش شايف. هذه أمثلة مش مكتوبة، الراجل اللي بيعدي بينادي على الطماطم في الشارع بيقول إيه؟ أوضة، أوضة دي كلمة إيه؟ إبتي. وطا يعني ثمرة. يعني إيه؟ ثمرة، مش معناها طماطم، لا، معناها ثمرة، تمام؟ فالنداء الشعبي اللي موجود في الشارع هو نداء إيه؟ الراجل البسيط اللي بيكلم إبتي. ليه؟ لأن إحنا التراث ممتد. فوطة، كلمة فوطة صح؟ هي بالعربي إيه؟ منشفة، منشفة، تمام؟ لكن فوتي يعني فوطة بالإبت. ف إيه تاني؟ مكتوب عندكم يرغي، يرغي معناها إيه؟ الفعل إرغو، إرغو. طيب يقول الواد عافر في الخشبة، عافر بالإبت إيه؟ آفر، عافر. لما نرجع للعربي مفيش حاجة في العربي اسمها عافر، هي إيه؟ بالإبت بس. يقول الواحد يرتجف من البرد، مفيش يرتجف في العربي برد، لكن ارجف، ارجف دي كلمة ايه؟ في الأساس ابتي. آخر حاجة يقول بلاش فشخرة، فشخرة دي كلمة ايه؟ ابتي. يقول ايه؟ بوش ابسير، بلاش فشخرة. ايه تاني؟ والحكاية طلعت فشوش، فشوش، فشوش يعني أي كلام يعني بالإبتي، بسوس. وعمال يهوش بالكلام والحواس، وهكذا بقى. هلاقي كلام كتير جوه التراث، جوه حياتنا اليومية، هو في الأساس لإيه؟ مرجعية طلعت فين الموجود في كلامنا. زي بالظبط انتوا عارفين ان اي تراث بيدخل علينا بيأثر. كلمة اجزخانة دي كلمة ايه؟ تركي. ليه؟ احنا الاتراك، محمد علي باشا ده ايه؟
تركي، ففي كلام أثر إيه عليه وهكذا. طيب تعالوا نشوف ده دي اللغة، تعالوا نشوف فرع تاني من فروع التراث القبطي، الأيقونة. إزاي نقرأ الأيقونة؟ أول حاجة في الأيقونة الألوان، الألوان ليها رمزية. دايما في الأيقونات تلاقي اللون واضح قوي هو اللون الذهبي، صح؟ تخيلوا كده معايا حامل الأيقونات في الكنيسة عندكم، أمنا العذراء، ربنا يسوع، أمنا العذراء سيوتوكوس، الخلفية كلها إيه؟ ذهبي، صح؟ اللون الذهبي يرمز إلى الملوكية، يرمز إلى الملوكية، ويرمز إلى الاشتراك في الملوكية. ربنا جعلنا احنا ملوك كهنة، فحتى لو لقيت صورة المريجرجس مش شرط ربنا يسوع بس يبقى الخلفية ايه؟ ذهبي، لأنه اشترك في الملوكية، ربنا وهب العطية دي. اللون الأزرق أو السماني كتير من الأيقونات يتحط في الخلفية السماء، علامة على إن الشهيد ده أو القديس ده صار ايه؟ السماء. نرسم أمنا العذراء السياج بتاعتها، التوب ابيض والرداء سماوي. ليه؟ احنا بندعوها في الكنيسه السماء السماوي. اللون القرمزي او الاحمر الدموي كده لون مهم قوي في ثياب ربنا يسوع وثياب الشهداء، صح؟ ليه؟ عشان خاطر الاستشهاد، علامه على الفداء، علامه على البذل والعطاء. اللون الابيض، مين يلبس ابيض؟ ربنا يسوع ومن العذراء. فاللون ده رمز ايه؟ النقاوة والطهارة. اللون الاخضر، اللون الاخضر في الايقونة القبطية ليه رمزيتين. رمزية لما يكون الاخضر ده غامق هو رمزية النمو، ده نلاقيه في الشجر، في النباتات، نلاقيه مثلا في غصن مسكة الست الدميانة، قديسة دميانة. اللون الثاني الأخضر الفاتح، نلاقي الأشرار يترسموا بالأخضر الفاتح ده. المرجعية دي هي مرجعية في الأساس فرعونية. الألوان دي بيترسم بيها في الأيقونات الأخضر درجتين، الغامق والفاتح. الأخضر الغامق يرمز للنمو، يترسم بيه الأشجار، النباتات، الملاك مثلا رفائيل يمسك ايه؟ صنبولة كده فيها وردة بيضة، يترسم ايه؟ الساق بتاع الزهرة دي يترسم أخضر غامق، يتلون أخضر غامق. لكن الأخضر الفاتح يترسم بيه إبليس والأشرار. يعني بص كده على أيقونة العشاء الأخير، فيها يهوذا لابس ايه؟ لابس ايه؟ أخضر فاتح. هقول لكم على تكنيك كده لطيف قوي. الألوان اللي في الأيقونات الألوان اللي في الأيقونات فين مين اللي بيرسم أيقونات؟ اسمك؟ سارة. ممكن يا سارة تقومي تقول لنا، مش عايزة أنا أقول، أنتي قولي لنا، قولي لنا التكنيك بتاعها. طيب أبانا كانوا مبدعين جدا، وكانوا عايزين الكنيسة تفضل في رونقها وأيقوناتها تفضل محفوظة سنين. كانوا يعملوا إيه؟ مين فيكم راح كنيسة العرجة الكنيسة كده؟ شفتوا الكنيسة، مش كنيسة التجلي اللي هي البيضة، الكنيسة القديمة فيها أيقونات كده، جداريات، اسمها جداريات عشان تترسم، ترسم على الجدار. دي بتتعمل إزاي؟ الفنان بيشد كده على الحيطه طبقه من الجبس، طبعا ممكن يلون الجبس، مش شرط الجبس يبقى لونه ابيض. هما في الكنيسه عاملين جبس لونه ايه؟ البيج ده، زي الطوب اللي حوالينا في القاعه دي، اوكي؟ وهو طري والجبس طري، بيبتدي يرسم الايقونه بايه بقى؟ بيجيب اكاسيد طبيعيه. عندنا الاكاسيد الطبيعيه في الطبيعه ليها الوان، يعني اكسيد الحديد
لونه احمر، فيجيب اكسيد الحديد الاحمر ده بودر كده ويطحنه. عارفين بتوع الصيدله عندهم كده هون يطحنوا فيه الايه المواد، فيجيبوا الهون ده ويطحنه لغايه ما يبقى بودر ناعم قوي، اكسيد التيتانيوم ابيض ناصع البياض، وهكذا بقى يجيبوا كل الالوان، اكسيد النحاس ازرق ويطحنوه تمام، والحيطه لسه ايه طريه، ويجيب بيضه ويروح كسرها ويطلع الصفار. الصفار ده عباره عن ايه؟ عباره عن طبقه رقيقه قوي ماسكه جواها السائل الايه اللي هو بتاع الصفار. يروح عامل ايه الفنان؟ يروح بتكنيك يعني في احتراف كده، يغسل البيضه من البياض الصفاره تحت الميه دي، ويروح خارب الصفار ومصفي الصفار الداخلي السائل بتاع الصفار، وينزع القشره اللي حاويه ايه الصفار، ويحط عليه مقدار من الخل ليه نسبه معينه، ويقلبهم ويعمل ايه؟ وياخد من المكون ده الخل وصفار البيت ويحط على الاكسيد ويدوب ويبتدي يرسم على الحيطه. يحصل ايه؟ الحيطه لسه طريه فالمسام بتاعتها مفتوحه، فتبتدي الحيطه تمتص اللون. تعالى انت بقى اجحد في الحيطه اللون ما يطلعش، هيطلع بالحيطه بس مش هيطلع ايه كلون تمام. والتكنيك ده الى الان يستخدم في كليات الفنون الجميله، هو اسمه تكنيك التمبرا، اسمه كده. في حد فنون جميله؟ فتكنيك رائع قوي قوي، انا شخصيا اشتغلت بيه، تكنيك تحفه يعني ممتع كده بغض النظر عن سفر البيت. دي الالوان في الفن اللبس. الشخصيات في الايقونه ليها تعبير. اي ايقونه قبطيه لازم الاقي الوجه ليه صفات معينه. واحد الراس كبيره عن بقيه الجسم، ليه؟ الايقونه عايزه تقول لي الراجل ده دماغه ايه؟ كبيره، يعني دماغه بيكبر دماغه يعني. يعني ايه مكبر دماغه؟ يعني مش مهتم بالامور الايه؟ الارضيه. فكره سماوي، فدماغه ايه؟ كبيره. عينيه واسعه، ليه؟ بصيره روحيه. ودانه وبقه ومناخيره صغيرين. ودانه وبقه ومناخيره ايه؟ صغيرين. عايزه تقول ايه؟ مش انسان حسي، مش بيتكلم كتير، مش بياكل كتير، مش ورامي ودانه في حاجات كتير، مش حاطط مناخيره ايه في كل حاجه كده يعني. اوكي؟ ده الوجه. اتنين الاشياء، دايما في الايقونه نلاقي الاشياء صغيره الى جانب حجم القديس، يعني ممكن الاقي انبا بطرس واقف كبير والمغاره قد كده. العكس هي عايزه تقول ايه؟ ان قامه هذا القديس بالنسبه للعالم ايه؟ العالم ده قد كده. المسكن زي ال برضه النخل والمدن، تلاقي حاجات صغيره. الاشرار ليهم سمه معينه في الايقونه. احنا قلنا الوجه للقديس لازم يبقى ايه؟ مباشر. العينين الاثنين ايه؟ لكن الاشرار سايد بروفايل كده. بصوا كده على اي ايقونه للعشاء الرباني ويهوذا فيها. كل التلاميذ مش باصين بعينيهم، يهوذا ايه؟ سايد بروفايل. طب ايه عايزه تقول ايه؟ انه كانش عنده مصير روحي. الاشرار كده ابليس يترسم في الايقونات كلها بجنبه دايما كده. في مشهور ايقونه القديسه مارينا، ايقونه الملاك مخاليل على الارض بجنبه السايد ايه بروفايل، شوف ايه جانب وشه، عين واحده ومش متجهه نحو ايه؟ نحو الراي. الاحداث في الايقونه كلها دايما احداث مبهجه،
ما نشوفش أيقونة فيها إيه أحداث غير موهبة، لأن الأيقونة بالنسبة لنا هي بتطل علينا من السماء. إحنا داخلين الكنيسة الأيقونات كلها بتبص لنا، كان القديسين في السماء بيبصوا إيه علينا في الأرض. تعال نشوف كده، دي أيقونة إيه؟ شايفين أيقونة؟ مفيش شاشة غير دي، اللي في الآخر أكيد مش شايفين، صح؟ في شاشة تانية؟ دي صورة الهبوب لمصر. الأوجه كلها حتى ربنا يسوع المسيح بتشاف، العينين إيه؟ واضحة، بصوا كده الملامح، البوق صغير، بص الودان باين منها قد إيه؟ باين منها شحنة الودن بس، تمام؟ المناخير صغيرة، الراس كبيرة بالنسبة لحجم الجسم، تمام؟ الألوان من العبرة لابسة أزرق وأحمر، أحياناً لابس من العبرة أحمر لأنها سبب الخلاص، تمام؟ القديس يوسف النجار لابس إيه؟ بني، ليه؟ رمز الوقار والشيخوخة. طبعاً مين اللي معاه؟ سالوم، القديسة سالوم، تمام؟ شايفين النهر قد إيه بالنسبة للأشخاص؟ شايفين الورد والزرق؟ شايفين الأهرامات؟ في أهرامات كده في الأرض، ثلاث أهرامات صغيرة. هو دي الأيقونة، إنها إيه؟ الأيقونة هي بتدينا مثال وتعليم مهم عن قد إيه حجم القداسة أكبر بكتير من حجم العالم. طيب دي أيقونة إيه؟ القيامة، ربنا يسوع المسيح، برضو هنلاقي الراس كبيرة. أيقونة ربنا يسوع المسيح الهالة دايما. هل كل الأشخاص هم مش مين في الأيقونة هم نفس اللون؟ لا، هو برضو احنا عندنا مشكلة في الأيقونات القبطية انها بترجع لذوق الفنان. يعني الكنيسة البيزنطية عندها ستاندر، عشان هم دخلوا في مشكلة كبيرة اسمها حرب الأيقونات في القرن الثامن والقرن التاسع الميلادي، وكانت الأيقونات بتتحرق، الأباطرة كانوا بيحرقوا الأيقونات، فبقى الدفاع عندهم للأيقونة دفاع قوي قوي، وعملوه عيد اسمه أحد الأرثوذكسية. وعشان يعملوا كده زي ثبات للايقونات، فهم عندهم ايقونات ثابته، مفيش حاجه اسمها اختراع. يعني ايه؟ عندنا ايقونه عندهم اسمها ايقونه المسيح العدل والرحمه، دي ايقونه واحده، اي حد هيرسم ايقونه العدل والرحمه هيرسم نفس الايقونه دي. البي باندوكراتور المسيح ضابط الكل هي ايقونه شكل واحد بالوان ثابته. كمان عندهم حاجة جميلة قوي، إن أي أيقونة ممضية من فنان لا تدشن، لا تدشن. ليه؟ عشان خاطر هما بيعتبروا إن الأيقونة ده لاهوت مرئي، تعليم، فاللي كتبها إنسان، ولكن هما مش عاوزين حتة إن يكون في إيه مدارس، هي مدرسة واحدة بمنهج واحد. فالأيقونة عندهم يعني واخد اهتمام اكتر بكتير من عندنا. احنا كل تبص كده على الايقونه هتقول ده استاذ رؤوف رزق، ده ايزاك فانوس، يعني ايزاك رسم حضن الاب في كنيسه القديسين. الست دميانا، بص كده اقول الست دميانا دير القديسه دميانا، مش عارف مين الملاك بقى، ويعني بعض الفنانين المنتشرين دلوقتي. أيقونة ربنا يسوع المسيح لابس أبيض ولابس أحمر رمز الفداء. القديسين كلهم حواليه، الملائكة، ربنا يسوع المسيح هو الشخصية المركزية، وهو إيه أكبر حد في الأيقونة. الأب بالنسبة لربنا يسوع المسيح صغير، الأماكن، الجنود، بصوا في جند كده عندي هنا تحت، بالجنب ولا بوشه؟ بالجنب، سايكو فايل، اوكي، وهكذا الاشرار و
ابليس صايد هنا التدليس مين ده؟ مرسوم العريان هو اطول من المنارة تمام واكبر من المغارة لابس لبس مائل للبني الاصفر والبني دائما يرقوا زين المسك الصحراء تمام دائما المقدسين رفع اياديهم ده من الاوضاع الايه المنتشره في الكونات لانها علامه على حياه الصبر اسم وضع التضرع طيب احنا شفنا كده الايه اللغه شفنا الايقونه تعالوا نشوف اللحن عندنا الحان الكنيسه جميله قوي ومتنوعه انا يعني ترانيمي انتوا عارفينها يعني مش هنقعد نتكلم فيها بس تعالوا كده نشوف العباره دي عباره تتكلم عن مصادر تعليمنا الكنسيه العباره دي ممكن نقولها بألحان الكنيسة احنا عندنا في الكنيسة ألحان كل كده مناسبة تيجي تحسسنا بإيه محتوى اللحن قد إيه اللحن جميل وعميق مثلا اللحن الكياكي تنتين في شريط اسموس صح؟ تعالوا كده نقول العبارة دي مع بعض مصادر تعليمنا الكنسية القبطية الأرثوذكسية كتاب آباء وليتورجية تاريخ كنيسة وهوية إيه رأيكم؟ تعالوا كده نفس العبارة نقولها باللحن الشعبي ولا الفرايح الأول اللحن الفرايح اللي بيته إيه؟ توتر مفهوم رش مصادر علمنا الكنسية القبطية الأرثوذكسية كتاب آباء وليتورجية تاريخ كنيسة وهوية الشعلين الجالس فوقه ماشي مصادر تعليمنا الكنسية القبطية الأرثوذكسية كتاب آباء وليتورجية تاريخ كنيسة وهوية ثانوي شيرينيوتي بارثينوس مصادر تعليمنا الكنسية القبطية الأرثوذكسية فرح اه انا اتلخبطت دي فرح مصادر تعليمنا الكنسية القبطية الأرثوذكسية كتاب آباء وليتورجية كنيسة وهوية فاضل ايه؟ الصيام أسبح مراحمك يا ربي مصادر تعليمنا الكنسية القبطية الأرثوذكسية كتاب آباء وليتورجية تاريخ كنيسة وهوية بصوا ينفع ايه؟ ينفع ألف ترنيمة وركبها على أي لحن كانت كنسي؟ وتبقى بديعة؟ ونفس الترنيمة أقولها في كل مواسم الكنيسة؟ قد إيه كنيستنا غنية جدا 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 بالتراث الفني والألحان يعني واللغة والأيقونة الفولكلور تعرفوا سيرجي ميركي عارفين الأغنية بتاعت
رمضان دي حد عارفها ولا لا؟ نسيت الحاجات دي ما بقتش موجوده. واحد اتنين سيرج ملكي عارفينها دي ولا لا؟ نعم؟ زمان ما تبقوش انتوا على الحاجات دي، كانوا الولاد الصغيرين يجيبوا فانوس تمام؟ ويلفوا في الشارع تمام؟ ويغنوا الاغنية دي، واحد اتنين سيرجي مرجي، انت حكيم ولا تمرجي؟ تمام؟ يعني اوكي، هدف الاغنية دي ان هم ياخدوا ايه؟ يعني كده حاجة فلوس يعني عشان خاطر رمضان يجيبوا حاجة حلوة يعني تمام؟ سيرجي مرجي دي جاية منين بقى؟ جاية منين؟ متوقعة؟ عندنا كنيستين في مصر القديمة اسمها كنيسة القديس أبو سرجة وكنيسة القديس ماري جرجس في مصر القديمة. كانت الأديرة دي بتعمل زمان زي حملات طبية، يجيبوا كده ناس أطباء يكشفوا على الناس الإيه الغلابة. فواحد اتنين سيرجي مرجي، أنت طبيب ولا تمرجي؟ جت منها الإيه؟ الفولكلور اللي الناس عايشاه في شوارعها اتحول لأغنية وابتدت الناس تستخدمه بس بطريقة تانية. تمام؟ برضه من ضمن الحاجات اللي منتشرة قوي موضوع القصب في الغطاس وموضوع اليوسفندي في الغطاس. بنعمل حاجة اسمها بلمبيصة. عارفين بلمبيصة؟ ممكن تبقى تعمله في إعداد خدام ورشة بلمبيصة. احنا بصدق عملناها عندنا في اجتماع الشباب، جبنا برتقال وقعدنا ننور البرتقال وفي الاخر بنعمل حبال كده ونحط فيه ايه شمعه او نحط فيه فتيله زيت حسب يعني. جايه من ايه كلمه بلمبيصه دي؟ معناها ايه؟ نعم؟ حد قالها؟ مش سامع. بيلمباص، بيلمباص يعني المصباح بالابتي. فتحولت بقى، انتوا عارفين الكلام لما بيتحرف مع الزمن نحت اللغه يعني. فالقصب واليوسفندي في عيد الغطاس من الحاجات الفولكلوريه اللي دخلت الكنيسه ومستمره. قديس اثناسيوس اختم كده بقولين، يقول ايه؟ يقول لما ولد جسد من والدة الإله مريم قيل عنه إنه هو الذي ولد، مع إنه هو المانح للآخرين الميلاد ليوجدوا، وكان ذلك لكي يحول لنفسه ميلادنا، فلا نمضي فيما بعد إلى التراب كمجرد ترابيين، بل كمتحدين بالكلمة الذي من السماء نبخذ إلى السماء بواسطته. الكنيسة هدفها ان احنا نكون على صورة ربنا يسوع المسيح. عشان كده احنا في صلواتنا اليومية واجب علينا في كل صلوة نقول يا رب من فضلك خلينا بالحق على صورتك ومثالك. وكل الوسائل اللي الكنيسة بتستخدمها من فن، من لغة، من الحان، من ايقونات، من اي حاجة، هدفها انها تشكل وجدان الإنسان، لأن الإنسان عبارة عن إيه؟ جسد ونفس وروح. فالكنيسة مش بتفصل الجسد عن الروح في العبادة، فبتخاطب الجسد بالأمور المادية، وده منهج الكنيسة. لما نيجي نعمل تالت في الكنيسة، الكنيسة تجيب لنا إيه؟ مية وملح وعيش وبقدونس، صح؟ لما نيجي نعمل أي سر في الكنيسة لازم في حاجة اسمها مادة الإيه؟ السر. ليه؟ عشان احنا عندنا جزء مادي والكنيسة بتحترم هذا الجزء المادي، فبتدي تخاطبنا من خلال ايه؟ هذا الجزء المادي. ربنا يدينا كلنا ان احنا نكون منفتحين اكتر على التراث الكنسي وعلى التعليم المسيحية اللي حطيتها الكنيسة بشكل قبطي وبشكل فيه عمق قوي،
عشان خاطر احنا نقصر في الكنيسة والخدمة ونسلم اللي استلمناه لأولادنا وبناتنا بعد كده. ولربنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد.